السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله يا شباب، يا مرحبا ويا مسهلا. طيب، أنا سابقا قد تكلمت عن موضوع أنه راح تتغير أشياء في القناة، وهذه من ضمنها أنه ننتقل من ألعاب الجوال إلى ألعاب الكونسول. مبدئيا راح نبدأ بفيفا، وراح أغطي إن شاء الله ألعاب أكثر مثل أوفر ووتش وفورتنايت، وعندي كذلك لعبة اسمها فور أونر، يمكن قليل منكم يعرفها. طيب، ممكن يعني اني اغطي العاب يعني اكثر من كذا، فمبدئيا خلونا نبدا مع فيفا. ممتاز. طبعا راح نبدا سلسله بسميها الطريق الى النجوميه، وعباره عن طور الالتيميت. من زمان انا العب هذا الطور، وعندي يعني اسلوب خاص يعني في التعامل مع الالتيميت، بيكون موجه للاعبين اللي ما يدفعون فلوس. يعني في عندنا قسمين، اللي هي pay to win اللي هم اللي يدفعون، و free to play يعني هذا اللي ما يدفع ولا هللة أو ولا قرش. فنعم، هذه السلسلة موجهة لكم، ونبني الفريق من الصفر. طيب، في يعني أكثر من أسلوب أنك تقدر تبني فريق من الصفر. في ناس تلعب تشكيلة، في ناس تلعب تشكيلتين، وأنا من الناس اللي راح أوريك طريقتي في اللعب مع الالتيميت، وهذه الطريقة كنت أطبقها يعني من يوم بدينا، أتوقع من فيفا 12. يعني كنت ألعب الالتيميت بهذا الأسلوب، بهذا الشكل اللي راح أوريكم إياه الآن. خلونا ننتقل إلى طور الالتيميت ونشوف مع بعض. طيب، هذا هو النادي. مبدئيا هذه هي التشكيلة، أكيد أنها بتكون يعني بتكون مفقعة، يعني وش تبغى. فهذه طالعة من يعني فتحنا الباكيجات مع البداية اللي هي من الموقع. فمبدئيا راح نبدأ مع هذه. أسلوبي في اللعب يكون بتشكيلتين، بحيث أن التشكيلة الأولى نلعب فيها مباراة، والمباراة الثانية نريح هذه التشكيلة ونلعب في اللي باللي في الاحتياط. طيب، بتقول يا أخي يعني وش الهدف، وش المغزى من هذه الحركة؟ طيب، المغزى هدفين، اللي هو توفر لياقة، هذا واحد. اثنين، انك توفر عقود. اللياقة اذا ما لعبت بلاعب لمباراة واحدة، وهو اصلا يعني مكروف يعني في اللعب لياقة منتهية عنده، فبمجرد انك تحطه بالاحتياط وما تلعب فيه، ثم بعدين في المباراة الثالثة تلعب فيه، راح يكون ترجع لياقة زي ما كانت. فبدل ما تخسر عقود وتخسر بطاقات اللياقة، هذه تغنيك عن بطاقات اللياقة بشكل يعني كامل 100%. نعم، ممكن تحتاجها لكن مو بحاليا. حلو، هذا هو التكتيك الآن. يعني أنا ما ألعب في التكتيكات، خليها متوازنة مبدئيا هذا الكلام، لكن في التوجيهات عندي الأظهرة بقاء في الخلف، أما الأجنحة عندي اختراق منطقة العمق زي ما أنت شايف، و بالنسبة لصانع اللعب زي ما هو، المحور يكون ماسك منتصف الملعب مع البقاء في الخلف، أما المهاجمين يكونون طبعا واحد يرجع للخلف والثاني يكون زي ما هو في الأمام. هذه هي مبدئيا. فخلوني بس أضبط على السريع كده التشكيلة ثم أرجع لكم. بعد ما ضبطت التشكيلة الآن وجبت أفضل الموجودين حاليا عندي بالنادي من الباكيجات والأشياء هذه، فراح نلعب بتشكيلة اللي هي هذه الأساسية والاحتياطية في مباراة ثانية. فمباراة ألعب بالأساسية والثانية بالاحتياطية، حتى نجيب يعني تشكيلتين عليهم الكلام. يعني الأولى بتكون مثلا إنجليزية والثانية إيطالية مثلا. هذا الآن ففهمتوا الفكرة، قلنا الهدف أنه توفر عقود وتنسى شيء اسمه بطاقات لياقة، هذه خالصين منها، بس يكون تركيزك على العلاج. طيب، خلونا نشوف المهمات. يعني في شيء عندي طلع، ممتاز. طيب، هذه لازم نستغلها عشان ايش؟ انت كلاعب فري تو بلاي يعني ما تدفع ولا ريال، يكون تركيزك على المهمات وعلى تحديات التشكيلات. طيب، هذه سكواد باتلز بيعطينا. طيب اوكي، خلينا نشوف اللي تحت. حلو،
طيب خلونا نشوف الباكج اللي طلع لنا الان، ان شاء الله يطلع شيء كويس. اسمعني ما ظنيت. في يعني خلونا نشوف اول شيء الباكج. جيد جدا، يعني نحتاجه بدال المهاجم البرونزي عندنا الان. طيب ايش عندنا هنا؟ اوكي، اوه برودوم حق الشباب. طيب ما هي مشكلة، نحتاجه بعد مدير فني. حلو. في حياتي ما قد طلع لي شيء ممتاز في اي باكج، يعني من فيفا 12 الى الان. يمكن اطلق واحد طلع لي اللي هو ديبالا، بس هذا هو يعني، حتى ما يكلف يعني كثير. حلو، خلونا نستبدل الان المهاجم هذا بالبرازيلي. رغم انه هذا سريع لكن نحتاج التناغم. خلني احطه كذا، ممتاز. حلو حلو، خلاص نبدأ الان بهذه التشكيلة ونروح لأول مباراة. خلينا نشوف تشكيلة الخصم. يا عيني يا عيني، الظاهر الحالة يعني يكفي عن الباقيين. يا ليتني حطيت مارادونا، لكن مارادونا انا موفره لاوقات اصعب. تشكيلته والله جيده. ايوه ايوه، هدف يا الله. لا والله حارس، عندي الوسط يعني ضعيف بشكل مو طبيعي، حتى افتكاك ماني عارف افتك كوره. هاي يستلم، هذا هدف. يا عيني عليك يا حارس، والله كبير. ايوه يا رب يا رب يا رب، تكفى. يا عيني عليك والله وحش. اول هدف يعطيك ارتياح تام للمباراة. حلو، هذه الدفعة معنوية جيدة، ممتاز. يا أخي قسم بالله العظيم عليه التمريرات هذه تخوف. هيا والله دفاع مضروب، وهذا هدف أستاهل، والله أستاهل. الله يعني ما ادري والله، هذه مسألة وقت. ايوه 1 2، يا سلام، اعطيها عرضية. والله ما ادري كيف ركبت معي هذه، لكن لعلها تعدي. يا عيني عليك والله اسد، يمين بالله بوجبا، بشوف سعره بعدين، يا رب ما يكون غالي مرة. مستواه مع مانشستر يعني يقولون ماش، لكن ما ادري. ايوه يا نظامك كذا انت، نظامك كذا انت، الحمد لله عاد. تكفى تكفى يا وحش، تكفى يا وحش. للاسف للاسف، يا رب يا رب، والله كبير، قسم بالله كبير. ما ندمت يوم غيرت المهاجم البرونزي بداله، رغم انه والله ترى بطيء، لكن يفك أزمة عاد. الحمد لله عدت، الان نرتاح نلعب مرتاحين. ايوه يا اخي انا عندي الدفاع ما ادري ايش فيه. يا سلام يا سلام يا سلام، والله العظيم رونالدو لو يشوت من نص الملعب هدف، يعني فما بالك يعني مواجه الحارس. هيا ها، هدف هدف، واضحة واضحة واضحة، ما يبي لها واحد اثنين. يا شيخ انتهى الشوط الأول. طيب الإحصائيات، والله هو صراحة قدم يعني أفضل بحكم أنه عنده يعني لاعبين، لكن إن شاء الله الشوط الثاني نغير الموضوع. هذه ركنية، ما ظنيتي ما عندي لاعبين طوال. يا رب
الله الله الله، إينو لاعب الياباني. أيوة أوف والله عدت الحمد لله. غريبة ذي مي هدف. يا رب يا رب يا أخي، ما عندي أنا مهاجمين صاحين. يا رب تكفى، قسم بالله عاهات. هذا كوادرادو نشبه بثر، إن شاء الله بجيب. أيوة يا سلام، إن شاء الله بالدوري الإيطالي راح أجيب كوادرادو. يا أخي بطيئين. أيوة يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. يا أخي ذا الدفاع. أيوة هذه هدف، خلاص انتهت. الحمد لله الحمد لله، عدت على خير. يا أخي بس لو عندي مهاجم واحد سريع بس، والله العظيم بأنهيها بإذن الله. لكن للأسف يا أخي قسم بالله. القم القم، والله يستاهل، والله يستاهل صلاح، لا نكذب على بعض. لو اني مركز على الدفاع كان يلا ما مشكلة. وتنتهي المباراة بداية جيدة. يعني كنت أتمنى أنه يكون المستوى أفضل من كذا، لكن الأسماء ما تساعدك بالشيء ذا. ممتاز، يعني كسبنا كويس. هو حاليا الهدف أني أنا أجمع يعني كوينز وأجيب لاعبين. يعني أكيد البدايات بتكون صعبة، لكن تأكد أن النهايات بتكون أفضل، فلازم نصبر شوي. خلينا نشوف طبعا. أيوة والله، خلينا نشوف مركز المهام. عندنا المهام اليومية، ايش طلع لنا هنا؟ اوكي كويس ممتاز، 300 فك كزمة. اي شيء فك كزمة طبعا. طيب هذه هي التشكيلة، راح العب بالتشكيلة الثانية. مثل ما قلنا الهدف انه نوفر، ننسى موضوع اللياقة هذا بالمرة. فنعم راح نريح ولا نلعب اي احد من الاحتياطيين. خلينا نطلع بس هذا وندخل البرازيلي اللي لعبنا فيه، ما قصر يعني، جاب لنا هدف كويس. فنعم زي ما انت شايف هذه هي اللياقات، فراح نلعب بهذه حاليا ونروح المباراة الثانية. بسم الله، هذه تشكيلة الخصم الثاني. ما شاء الله، عنده مارك أوفرمارس، البثر اللي كان فيفا 19 قدامي الآن، يعني ما نفتك من ذا السالفة. طبعا تشكيلته جيدة ما شاء الله. نشوف الآن أيوة والله اللعب يعني كمجمل سيء. هي والله عادي، أنا والله متوقع، ما أتوقع أني أفوز، لكن أستاهل أستاهل والله أستاهل. كذا البدايات ما عليه، موضوع بس أنك تصبر شوي وتهون. يا أخي والله ما أدري، يعني هذه التشكيلة أسوأ من اللي قبلها. هذا هذا خلاص انتهى، انتهت المباراة، انتهت. بيدرو يا الله، اللهم طولك يا رب. يلا ما عليه، مشكلة عندي سيميوني هو أفضل مهاجم بالتشكيل ككل يعني، ولكن ما سوى شيء يعني إلى الآن. يا رب يا رب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، والله ما توقعت
قسم بالله ما توقعت اني اسجل هدف يا اخي. وش الابداع، في امل، ارجع الامل الان. اي طيب الان خليني بس ايوه يا رب يا رب تكفى يا رب. هذا مهاجم برونزي لكن احسن ما فيه انه سريع يعني. بس والله المشكله يا اخي عندي الوسط يعني هي مضروبه سواء بالتشكيله هذه ولا اللي قبلها، ما عندي اسماء، ما عندي لاعبين يا اخي. اضغط يا اخي، ضغط قسم بالله العظيم. الله يستر يا رب. هذا هو الدفاع، هذا هو الدفاع كالعادة، وهذا هدف طبعا، طبعا هدف طبعا ألقم على وجهي لأنه دفاع زي الزفت. فبعد انتهى الشوط الأول، يلا ما عليه. والله بداية سيئة، ما كنت أبدا يعني قلت مباراة ممكن أفوز فيها، لكن مباراتين هذا إحباط. لكن مثل ما قلنا الهدف أنه نجمع كوينز ونجيب تشكيلة، فنعم علشان كده نصبر. فخلونا بالله نشوف الإحصائيات ونغير النتيجة، عفوا نغير الخطة. طيب يعني متقارب إلى حد ما، ففي أمل إن شاء الله. لكن يبدو لي راح أعدل شوي هنا، فخليني أشوف من أرجع وراء أخلي مكان باستوري. طيب خلينا نرجع هذا كوك بحكم أنه سريع. يا ليل الليل، لا تقول مني شكله منه. والله اي والله منه، سبحان اللي خلانا نعديها على خير. يا رب ما ينحسب خسارة، يعني ما تنحسب مباراة، لكن أخذنا كوينز يا رب. يا سلام، ممتاز، في أمل أساسا. يعني المباراة يعني أنا كنت يعني مستسلم بعد الهدف الثالث، خلاص يعني انتهت الأمل. فخلوني بالله أعدل على التشكيلة، أحتاج أني أبدأ الآن أبني وأجيب اللاعبين يعني على حسب الاستطاعة. فزي ما أنتم شايفين اللياقة، الآن أنا جاهز أني ألعب بالتشكيلة الأساسية. هذه الحركة كنت أسويها من فيفا 12 إلى يومكم هذا، مستمر عليها. ما أعرف شيء اسمه كروت لياقة، في حالات نادرة جدا ممكن أستخدمها. نعم، فهذا وفر علينا هذا الشيء، غير العقود يعني توفر عقود. نعم أنت بتدفع عقود في النهاية، يعني بتجيب عقود، لكن مسألة أنك تدفع كل شوي لا، فتصير عدد المباريات كبيرة بحيث أن يكون عندك تشكيلتين قويتين. فحاليا هذه بتكون تشكيلة إنجليزية قررت الآن. طيب خلوني بالله، خلوني أشوف السوق وأشوف مين بجيب. طيب قررت أنه أجيب غراي بحيث أنه محتاج أني أجيب لاعب يحدث الفارق. فتركيزي حاليا على اللاعبين اللي ممكن يسوون شيء. ففي كل مباراة راح أجيب لاعب في كل خانة، مهاجم، بعدين ممكن صانع لعب، أو على حسب طبعا وين نقطة الضعف. طيب عندنا شيء هنا في مركز الـ FUT. أوكي فان دايك، طيب أنا عندي فان دايك، توقعون تضاف له يعني العقود لو اخترته مثلا؟ خلينا نشوف. أوكي والله أنا خاف يطير لأنه، خلينا نشوف إن شاء الله أنها تضبط. محتاج أنا مدافع يعني يصمد معي إلى ما تبقى في المباريات، حيث أني أجيب مدافع أقل منه مستوى لكن يؤدي الغرض. حلو
اوكي نرجع للتشكيلة نشوف مين راح نطير. عندي مثل ما قلت البرازيلي والله يقدم شغل يعني سجل هدف وكان اكثر حركة من الانجليزي، لكن خلاص خلينا نطير هذا ونجيب قريب داله، وان شاء الله راح يحدث الفارق في خط الهجوم. و حاليا الهدف اني اجيب ظهير ايسر، ما ادري بس خلونا نشوف. هذه هي طاقات جري، يا سلام. طيب خلاص عموما انا اصلا كنت بوقف الى هنا. هذه هي البداية مثل ما شفتم، ويعطيكم العافية على المشاهدة، وان شاء الله القادم افضل، وبدعمكم نستمر، لا تنسونا من الدعم. وطبعا ما بيكون فيفا، لا بيكون بعد اكثر من شيء مثل ما قلت، عن اوفر ووتش، عن اي لعبة ممكن انكم تطلبون اني العبها. يلا شكرا على المشاهدة، في امان الله.